الشيخ عمر المختار راجل بسيط جدا، يعني مواطن ممكن حتى أموره المادية يعني تعتبر تحت المتوسط. أيام النظام السابق طبعا تعرض للسجن أكثر من 3 أو 4 مرات. طبعا دخلنا منطقة صبراتة بعد القتال 3 أيام، وانتهت معركة صبراتة. توجه ثوار مساندة ثوار زوارة والعجلات وباقي المناطق. بعدها بعد منطقة راس الجدير طبعا انتقلنا بشكل كامل بقيادة الشيخ عمر لمنطقة بن وليد. طبعا الشيخ عنده بنتان وولدان وزوجتان. الشيخ كان حتى أسرته بالفترة المصالحات واللي شارك فيها بين الجميل وزوارة، وكان حتى في بنغازي نفسها بداية أحداث بنغازي في 2013. الشيخ كان عنده قاعدة مثلا يقول صيد في السلم ولا صيد في الحرب، يعني يقولوا علي فارس سلم ولا يقولوا علي فارس حرب، لدرجة أنه عفيه حتى على الناس اللي اعتدوا عليه وعذبوه، وما كانش يفرق في رد المظالم بين هذا شن توجهه السياسي ولا شن أفكاره ولا كذا. كان من جاء يبي مظلمة كان يحاول يقف معاه قدر الإمكان، لدرجة أنه كان يحرم في عائلته من الوقت ومن القوت وكذا باش يوفي حقوق الناس. إن الله اشترى والشيخ باع، فنسأل الله أن يتقبلها منه خالصة. كانت يعني شغلة من بعد نهاية يعني الثورة وتحرير البلاد، كان شغلة كامل على المصالح، محاولة احتواء الكل، محاولة أن الكل يكون موجود في المشهد. من الأشياء اللي يقول فيها الشيخ عمر رحمة الله عليه، يقول ليبيا يعني احنا بلادنا لو شفنا لها كغنيمة معناها والله ما هتقوم لنا بلاد، بس لو شفناها أنها هي أرضنا وبلادنا هنبنوها. يعني حتى لما نمسكوا أسيرة ويمسكوا شيء في القتال، يعني لما نجي وجبة الأكل يأكل معنا، يعني يجي فيه الشيخ عمر يعطي فيه في الأكل زي الشباب اللي قاتلوا معاه. فالشيخ عمر كبر بمعاملته بالناس هذه، يعني ما أعتقدش أنه لا بفلوس ولا بشيء، وأعتقد ظروفه المادية ممكن أهل المنطقة الغربية كل يعرفها لحد الآن، يعني حتى بعد لا استشهد نسأل الله يتقبله من الشهداء.